ترانسفورمر ايكوفالنت سيركت في اربع اشياء لازم نفهمها حتى نقدر نبني الايكوفالنت سيركت. شو يعني فكره ايكوفالنت سيركت؟ خليني اشرح فكره ايكوفالنت سيركت. لو انت عندك سخان كهربائي في البيت، السخان الكهربائي مش فيه له طرفين من هون، فيه طبعا ايرث بس ننسى الايرث، فيه له طرفين. هذا السخان الكهربائي شو الموديل تبعه؟ شو الايكوفالنت سيركت تبعته؟ فاهمين السؤال تبعي؟ لو انا طلعت جبت الطرفين، جبت سخان كهربائي من البيت، الصوب الكهربائي، وطلعت الطرفين هذول وطلعت من هون، ايش راح اشوفه؟ كهربائيا مقاومة. هذه ايكوفالنت سيركت للسخان، مظبوط؟ انا السخان كهربائيا كمهندس كهربائي ما بيهمني منه، بيهمك طوله ووزنه، بيهمك لون السلك ولون الهاي، شو بيهمك في النهايه كهربائيا لو بدك انت تدرس مقاومة. اذا هذه ايكوفالنت سيركت لها. اوكي ماشي، هاي هي الفكره اللي احنا عندنا. نفس الشيء رح نعمل في الاندكشن موتور، في الدي سي موتور رح نبني ايكوفالنت سيركت. ايكوفالنت سيركت هي بس انا بمثل كل الاشياء اللي موجوده هون، ما بيهمني طول الكود، ولا بيهمني في النهايه منه كله مقاومته. هذه هي الايكوفالنت سيركت تبعت سخان كهربائي. نفس الشيء في المحول بدنا نبني ايكوفالنت سيركت. حتى نبني ايكوفالنت سيركت في اربع اشياء لازم نتذكرها. اذا هدول الفاكتورز اللي لازم اخذهم بعين الاعتبار حتى ابني الايكوفالنت سيركت تبعت المحول. انتوا احكوا لي ايش في اشياء؟ ايدي كارنت، تمام. اذا احد الاشياء لازم اتذكرها حتى ابني السيركت صحيحه وممثله، لازم افهم الايدي كارنت لوسز اللي موجوده. شو كانت الايدي كارنت لوسز اللي موجوده؟ ايش كان سببها؟ كان عندي في الكور، في الكور ايش كان يمشي في الكور؟ ماجنتيك فلوكس. الماجنتيك فلوكس هذا نفسه هو يعمل زي كارنتس كهربائيه صغيره، وحتى نتخلص منها شو عملنا؟ حطينا الدامجيشن. هذا اول شيء. اللص الثاني ايش كمان في عندي لصز؟ هستريسيس. اذا عندي هستريسيس لصز. الهستريسيس لصز حكينا عنها في الفيديو السابق، انه كانت بتمثلها مساحه اللي في داخل الهستريسيس. طيب ايش كمان في اشياء؟ ايش في عندي لوسز ثانيه؟ او في ايش في اشياء ثانيه لازم افهمها؟ ايش هي؟ اذا عندي جاب ممكن، صحيح ممكن، بس انا هون في الترانسفورمرز ما راح يكون عندي جاب، كلامك صحيح، بس انا راح اعمل هلا الجاب. صحيح ستيب اب وستيب داون راح اخذه بعين الاعتبار، بس بدي في اشياء ثانيه. عدد اللفات ممكن، في شيء ثاني مباشره. ايش راح يبين معي بهذا المحول؟ ريزيستر، تمام ريزيستر. اذا في عندي ريزيستنس، وين الريزيستنس؟ وين اجى الريزيستنس؟ اللفات نفسها، مش انا جبت سلك وهذا لفيت وعدد كبير جدا من اللفات، هل بقدر انا اجيب سلك تكون مقاومته صفر؟ اذا في عندي مقاومه، اذا في عندي هاي بنسميها الكوبر لوسز. كوبر لوسز اللي هي الواير اللي سببها الريزيستنس تبعت البرايمري والسكندري. في شغلة رابعة احنا ما حكينا عنها، راح احكي عنها هلا شوي بس حتى تفهمون، شيء اسمه ليكج فلوكس. تذكروا لما كان عندنا ماجنتيك سيركت هون، عندي ماجنتيك، هي ماجنتيك سيركت، وجيت حطيت انا هون هيك، ايش فرضت انا الفلوكس وين مشي؟ فرضت انه الفلوكس كله بيعمل لينكينج هون، واذا عندي هون سكندري عكسه، تمام. بس انا فرضت انه الفلوكس اللي ماشي هون كله وصل للسكندري، اللي في الواقع رح يصير في بعض الفلوكس رح يطلع برا، رح يمشي في مسارات اخرى. مش كل الفلوكس رح يعمل لينكينج للسكندري، وانا ما بستفيد الا من اي فلوكس، من الفلوكس اللي بروح من البرايمري للسكندري. اذا في عندي ليكج فلوكس، الفلوكس الكلي فايل كلي تبع البرايمري رح يتكون من جزئين. في ميوتشوال فلوكس، هذا الميوتشوال فلوكس راح يعمل لينكينج للسكندري، وبالخارج في عندي ليكج للبرايمري، ونفس الشيء عندي بالسكندري. السكندري هو نفسه راح يكون فلوكس. نعم. شو اللي موجود بالخارج؟ فلوكس يعني في يعني ماجنتيزم، يعني انا هون كانه عندي دائره، في عندي زوم الفلوكس، بس في هون شويه مغناطه، هي خفيفه بس شويه مغناطه راح تصير على مين؟ على الهواء الخارجي، فكانه جزء من الفلوكس انا بخسره، يعني فاين. مش كل الفلوكس اللي موجود هون، يمكن يكون 99% من الفلوكس موجود هون، في جزء من الفلوكس موجود
ما بيعمل لينكينج للسكندري، ونفس الشيء عندي في السكندري راح يصير فاي للسكندري يتكون من فاي ام، هذا نفسه نفس الفلكس اللي بيعمل من البرايمري للسكندري، هو نفس الفلكس اللي بيعمل من السكندري زائد فاي الاس. نعم ما بيختلف عدد اللفات، هذا في كميه فلكس قديش بقدر من الفلكس هذا اخليه في الكور وقديش بقدر اطلعه. ماشي، يلا يعطيكم العافيه شباب.